هذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك فرجا عاجلا ولطفا شاملا بشامنا ويمننا، إخوتنا في بلاد الشام يا رب، طال عليهم الأمد وتعاظم البلاء واشتد. قد عرفناهم قبل أزمتهم أعزة كراما، يؤون الشريد ويطعمون الجائع، لا يسألون عن دينه ولا عن عرقه، وهم الآن مشردون في بلادهم وخارج بلادهم، تتقاذفهم البحار وتتقاذفهم ألاعيب السياسة التي تتاجر بهم. فنسألك اللهم نظرة منك إليهم، عطفة منك عليهم، يا ربي فرج عليهم فقد طال بهم الأمد. يا رب يا رب، أهلنا في بلاد اليمن تداركهم بنظر من عندك، اشتد عليهم يا رب الأذى واشتد البلاء وتعاظم الفقر مع الضر. فنسألك اللهم إلا ما نظرت إليهم نظرة تصلح الأمر ظاهره وباطنه. أحبتنا في بلاد الرافدين في العراق، يا رب اشتد عليهم الأمر وتزايدت عليهم الفتن، فنسألك اللهم تداركا منك لهم ومعونة منك لهم ونصرا منك لهم. إخوتنا في ليبيا يا رب تمزقوا إربا إربا، فنسألك اللهم نظرة منك إليهم. إخوتنا في أفريقيا الوسطى، في نيجيريا، في الصومال، في بورما، في أفغانستان، كم سأعدد؟ ما من بقعة في الأرض بطولها والعرض إلا ولأهل لا إله إلا الله غصص تتجرع. فرج اللهم كروبهم وتداركهم بنظر من عندك، أيقظهم من سباتهم وغفلتهم، أحي فينا وفيهم أنوار هدي الحبيب، محبة الحبيب، أخلاق الحبيب، رحمة الحبيب، استقامة الحبيب، مدد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وإنا نسألك أن تفرج عن كل مكروب ومظلوم من خلقك، مسلما كان أو كافر، أوليس عبادك يا رب؟ وإن عصوا وإن كفروا أو جحدوا، أنت أرسلته رحمة للعالمين وأولئك من العالمين. اللهم فرج عنهم أجمعين يا رب، اهدي الضال وقرب البعيد، وأطعم الجائع واكس العاري وآوي الشريد وأمن الخائف، ورد يا مولانا من أبق وذهب بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين.